السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع. هذا الموقع يعطي مكافأة على الفيديو، لذلك سنقوم بشرح يوميا سنمضي التاريخ. كما تلاحظون تاريخ اليوم هو 19/21، سنقوم بإظهاره لبضع ثواني كي لا تحدث معنا أي مشكلة. ننتقل الآن إلى شرح الموقع. هنا تظهر الواجهة الخاصة بالموقع كما تلاحظون. هنا تظهر بعض الصور الخاصة بالموقع كما تلاحظون، صور رائعة نوعا ما. هنا يظهر الشركات التي تدعم الموقع، وهي شركات قوية، توجد منها شركات من أوروبا. هنا إذا كنت تريد حساب دخلك اليومي في حال قمت بالإيداع. هنا يظهر شركاء الموقع، منهم كوان بيز، بلوك تشين، وبينانس، وهم شركاء قوية كما تعلمون. هنا يظهر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالموقع. وهنا إذا كنت تريد إرسال رسالة لأدمن الموقع في حالة واجهت مشكلة في الموقع، لتسجيل حساب في الموقع نضغط على ساين أب من هنا. هنا تقوم بوضع اليوزر نيم، اسم المستخدم. هنا تقوم بوضع الايميل ادريس، وهنا تقوم بوضع الباسورد، ثم تقوم بإعادة الباسورد، ثم توافق على شروط الموقع وتضغط على كريتر اكونت، وستقوم مباشرة بتسجيل حساب في الموقع. بعد ذلك نضغط على ساين ان هير لتسجيل الدخول الى الموقع. هنا تقوم بوضع اليوزر نيم الذي قمت بالتسجيل به في الموقع، هنا الباسورد، ثم ستقوم مباشرة بتسجيل الدخول عبر الضغط على اللوجين، ثم نضغط على اللوجين. كما تلاحظون هنا تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. هناك دوج كوين، لايت كوين، ليديريوم، البيتكوين، اليوس دي تي، ريبل. وكما تلاحظون هنا مثلا نحن نقوم باختيار عملة اللايت كوين، نضغط على اللايت كوين من هنا. كما تلاحظون هنا تظهر واجهة الموقع بعد تسجيل الدخول. هنا يظهر الرصيد الخاص بك، هنا تطورات عملة اللايت كوين خلال 24 ساعة، وهنا سعرها الحالي وهو 275.85 دولار. للإيداع في الموقع نضغط على بيرشيس من هنا. كما تلاحظون هنا تضع المبلغ الذي تريد إيداعه في الموقع، مثلا سنقوم بإيداع 0.06، وهو ما يعادل 16.55 دولار. وهنا الجيجاهاتش التي سيعطيها لك الموقع. الموقع يعطيك 1.50 جيجاهاتش. لإتمام الإيداع في الموقع نضغط على كونتينيو من هنا. كما تلاحظون يقول لك الموقع قم بنسخ هذا الأدريس، تقوم بالضغط على كوبي من هنا، وستقوم بإرسال لهم 0.06 لايت كوين، وستقوم مباشرة بالإيداع في الموقع. للسحب في الموقع نضغط على ويتدرو من هنا. كما تلاحظون ليس لدي أي بالونس في الموقع. بعد أن يكون لديك بالونس، ستقوم أولا بوضع أدريس لايت كوين بالضغط على إيديت من هنا، وستقوم بوضعها في الإعدادات، وستقوم بسحب أموالك من هذه الواجهة. هذا الموقع أيضا يعطي مكافأة على الإحالة، نضغط على الريفيدرز من هنا. كما تلاحظون هذا هو أدريس الإحالة الخاص بك، تقوم بالضغط على كوبي من هنا، وستقوم بنسخ أدريس الإحالة الخاص بك، وستقوم بالترويج له، وستحصل على 5% من إيداعات الإحالات الخاصة بك. كما تلاحظون لدي إحالتين، لم أربح من أي منهما لأنهما لم يقوما بالإيداع. صراحة هذا الموقع رائع جدا، نتمنى أن تعملوا عليه بالتوفيق إن شاء الله.